جوجل وسامسونج للإلكترونيات أعلنتا التوصل إلى اتفاق لتبادل تراخيص براءات الاختراع العالمية. شركتان تحدثتا عن اتفاق يغطي براءات الاختراع التي تملكهما فضلا عن أي براءة سيتم إيداعها في السنوات العشر المقبلة دون الكشف عن الشروط المالية. جوجل وسامسونج اعتبرتا أن الصفقة من شأنها أن تفضي إلى تعاون أعمق في مجال بحث وتطوير المشاريع الحالية والمستقبلية. الشركتان كانتا قد انخرطتا في حروب البراءات كحلفاء وليس كخصوم، حيث دار طرح أغلب الصراعات بين أبل وشركات الهواتف الذكية المعتمدة على برنامج جوجل أندرويد بما في ذلك سامسونج.